الحاج نطرح لك انا السؤال، شكون نهار الاستاذ شكون اللي ضربك؟ الاستاذ ضرب من الباب تاع لابريغات حتى لدخل لابريغات هو يكرازي ابريج تقبض في راسي وتخبطني للارض سلكوني الجدارميه. كنت قاعد لي جات ضربتني دخلتني الوظيفه يعني طحت داوني لابريغات الجدارميه يدخلوا لي داخل. ومن بعد كا داروا كاع مشاجره حتى فريده داروها انا ونبيله والجار فريده هذاك النهار ما ضربت انا كي ضربني رمور كوني دخلني لداخل كرازاني كارثه على بالك كارثه. قلت لهم شوفوا دار شراع رحنا للشراع باش نشراو كي عيطنا للجوج بلي تيموا بالشهود شفناه كي ضربوا كلش هو عطالو عام سورسي وعلاه انا ما يعطينيش عام ولا عامين بيرمي دو كان قاعد يقتلني واني في الحبس خير قاعد مهني ما نخاف يقتلوني وكان يجي الفارق ربع نقول لهم جاو يقتلوني كيما قال لي نقتلك هاني مانيش راك تخاف تخرج سي نورمال نخاف